في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو ستارتابس، معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب. هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ستارت اب 331. اليوم رح نرجع على الاي بي تنستكمل هالكم من ستارت اب اللي قابلناهم تحت، اللي لسوء الحظ ما قدرنا نحطهم بحلقه واحده لانه اسم الله كترانين ستارت ابس بالاي بي. أعزائنا، معنا بدروزة سنتر وهلأ معنا فاتن ستيتي ستودي. It's a new concept. Yes. فيك تشرحي لنا أول شيء فاتن، what is ستودي؟ شو الكونسبت behind it؟ ستودي إجت بالتجربة شخصية. لما كنت بالمدرسة كانت دايماً أحلم أن أكون صحفية. فكنت فكي أنه بس أتخلج حفوت على الجامعة أدرس صحافة أو ميديا أند كوميونيكيشن، بعدين انضم لقناة تعليمية وبعدين أكون صحفية. بعدين في فترة التقيت بصحفية عزمتني إني انضم لإلها لانترفيو لأشوف كيف القصص عن جد عم بتصير، وبعد الانترفيو لاحظت إنه أنا عن جد ماني مهتمة بمجال الصحافة. فلاحظت كمان مع الوقت إن ما كنت الوحيدة اللي كانت فايتة بميجر بعدين غللت أو كانت أحلم بوظيفة بعدين لاحظت إنه هي منا لإلي. فمنشان هيك عملنا ستودي إنه it's a platform, job shadowing platform. طالب فيه يروح عند البروفيشنال شوف لمدة ساعتين أو ثلاثة كيف عم بيشتغل قبل ما ينقل الميجر تاعه. اوكي، وات از جوب شادوينج؟ سو يو شادو ا جوب، بتصير مثل خياله للبروفيشنال لمدة قصيرة 2 او 3 اورز، بتراقبه كيف عم بيشتغل وبالاخير يو كان اسك كويشنز اكزاكتلي كيف برايك بكفي ساعتين ثلاثة تو واحد يقرر المستقبل له؟ اتليست يو جيت تو نو، يعني ممكن يشوف كل شيء. يعني اذا عم نحكي عن مهندس مثلا، في واحد يقعد مع مهندس عم بيشتغل لساعتين ثلاثة، بينما مهندس يمكن بده يروح للشانتيه، بده يروح لهون، بده يروح لهون، حكيم كمان انه بده عمليات، مستشفيات، عيادة، يعني 2 3 اورز بكفي. هلا اذا خلصتوا لهالساعتين ولقيت حالك انه بعد بدك تعرف اكثر عن المجال، يعني هذا اتس ا جود ساين، يعني انت متجه نحو يمكن ذا رايت ميجر. بس اذا هالساعتين بالاخير حسيت انه يعني حتى هالساعتين ما تقطن او حسيت انه بطل فيك تكفي، فاتليست بتعرف انه مش الميجر الصحيح لك. اوكي، هيدي ذاتس ذا ايديا. هون بدك تشرحي لي شوي كيف البزنس موديل تبعكم. يعني انا ك ستودنت بدي اروح اقعد مع حدا بروفيشنال، بدي ادفع مصاري، بدفع على البلاتفورم، هيدا البروفيشنال هل هو بيقبض مصاري او بياخذ ولا بيعملها فولنتير ورك؟ كيف واتس يور بزنس موديل؟ اوكي، نحن بدنا نبلش مع الكومبانيز اللي اس ام ايز وستارت ابس اللي ما هم كثير معروفين للستودنتس. يعني كستودنت وي اولويز دريم تو ابلاي تو جوبز ان ذا بيج كومبانيز، لينكد ان، فيسبوك، جوجل. بس الستارت ابس اللي بيكونوا بعدهم عم بيكبروا او الاس ام ايز خاصه بلبنان، يعني الطلاب عادة ما بيكونوا كتير منجذبين إنه يقدموا لعندهم. فمن ناحية عم نعطي مثل مش advertising بس عم نعلي في أكتر awareness of the brand of the company للstudent. So بايك بعد 3 سنين لما يتخرج الطالب يروح يقدم لإلهم. فالبزنس موديل هي إنه the company إنه ما بتاخد شيء، الstudent pays a fee وبتجي للplatform. Okay. Yeah. So بتروح لإلكم directly. صح. اوكي، did you test this؟
ولا اختي بس عن تجربه شخصيه؟ لا نحن شفنا الداتا، يعني مثلا بامريكا عاملينها قبل 2010 بس عاملينها على كوميونتي صغيره، كانت وقتها منشان انه يشجعوا الطلاب ما يتركوا المدرسه ويكفوا بالجامعه. فهي كانت الفكره عندهم انه يخلوا الطلاب يكتشفوا شو بحبوا وبعدين يعملوا، فيطلع لهم هالموتيفيشن ويضلهم بالمدرسه وبعدين يقدموا للجامعات. فهي it's tested وتجرب شادمينج is not a new concept إنه it is applied today in many companies but on a very small scale ومنها accessible لكل student. فنحن that's what we hope to do إنه to make it more accessible و to streamline it يعني. يعني اقتنعت بالconcept، فهمين الconcept، بس how is it different من إنه أنا روح كشاب أو صبية خارجين جديد أو بدهم يفوتوا إني روح أعمل internship بشركة؟ هلا الانترنشيب بعرف انه فيها دوام والى اخره، بس انه اذا قعدت انا تنقول شهر انترنشيب بشركه وبين انه اعمل جوب شادوينج على ستودي، شو المزايا شو الاشياء المع وضد؟ اوكي الانترنشيب مثل ما قلت هي دوام تاخذ لفتره معينه ويعني مثل ما قلت دوام بس نشوف اكثر. لا صح، هلا ناخذ اكزامبل لنقول مثلا طالب ضايع بين تو ميجرز فيزيكس وبزنس، ساعتين مع فيزيشن وساعتين مع بزنس فيه يعرف مثلا اي كايند اوف انترنشيبس they want to apply to in the future. سو هي مثل انه at the very beginning يعني قبل حتى to apply to internships. وبعدين الجوب شادوينج isn't only about the CV, it's what you يعني your passion or what you are interested in. يعني هون انت عم بتحركي، اذا واحد عمل انترنشيب بيكون عم بيتعلم هالشركه شو بتعمل وكيف تشتغل والى اخره، عم بشوف كل الاسبيكت، بينما بالجوب شادوينج عم بتحركي له غرائزه وحشريته اذا عجبته هالشغله ولا لا. او بنحاول ننزل الشك، يعني بدك تكون اكيد اذا فتت بهذا الميجر، مش انه بعد ما اتخرج يمكن بدي كفي يمكن لا لا، لانك بتكون شايفها قبل، شايف كيف عم بيشتغلوا، شايف يعني طبيعه عملهم، فبتكون مأكد انه بعد ما خلص انا بدي فوت بهالوظيفه لاني مجلبها شوي قبل شايفها. استوديو اونلاين ولا بعدك عم تشتغل عليه؟ لا هلا عم نعمل بروتوتايب بيلدينج ذا ويب سايت هلا اندر ديفلوبمنت. و اتس ا ويب سايت اور ان اب؟ نو نو اتس ا ويب سايت، بروتوتايب از ا ويب سايت هلا. ان ذا فيوتشر وي وونت تو ميك ات ان اب، اي ثينك اتس مور اكسسبل براكتيكال اكتر. ايه اوكي سو كيف ذير واز ا شو استفدتي منه؟ كثير اشياء. نقلوكي من الصحافه على غيرك. نقلوني من الصحافه، كانت الفكره كثير فلو اول دلوزه، كانت كثير بيج فيج. اخر دلوزه صرت عارفه اي مقطع لازم اشتغل عليه، ركز عليه، البزنس موديل كان واحد منهم. وصرت عارفه عن جد كيف يعني وات ار ماي نكست مايل ستونز او وات از ماي نكست اكشن بلان. مين عم يعمل لك هلا الويب سايت؟ نحن فتنا قبل دلوزه كنا بكومبيتيشن youth well-being taco we got a grant for mental collaboration معهم. أول شيء good luck يعني it's a new idea. يعني أنا بعدني شوي هيك متحمس لها، بس متحمس تعرف إنه كيف، لأن job shadowing بلبنان يعني منا الناس ما كتير، بس we need it. بس اللي بدي أعرفه منك إنه أوكي نقلتي عن صاحب لوين رحت؟ entrepreneurship studio. good. فاتن ستيتي ستودي فاوندر اوف ستودي نيو كونسبت، وانا انكورج بيبل تو تراي ات لانه اليوم شبابنا بدهم تنوير شوي ما بس بلبنان بالعالم كله. جود لك. ثانك يو. ستارت اب اخرى من دروزا سنتر فينس اوتوميشن نجاد الدبيسي. نجاد مرحبا. مرحبا كيفك؟ في اوتوميشن بالقصه؟ في كثير اوتوميشن بالقصه، بدنا نعرف شو الموضوع. What are you automating? House robots. كل شيء روبوتات عندك بالبيت. أوف. يعني نحنا we automate the robots that help you in the house. كل شيء بيجيبوا روبوتات. هلا بعدها it's early لأن automation بالhouses بعدها براد غسالة هيك أشياء. بس going forward حيصير في روبوتات بالبيت تجي بتساعدك، مثلاً روبوت بيلم الغسيل، روبوت بيساعد حدا كبير بالعمر بمشي بالبيت بيخطو على الحمام وهيك حدا ما قادر يروح. فبهالتفاصيل الروبوت بده يتعامل مع الغراض بالبيت، بده يعرف هذا الغرض شو هو، شو بيعمل، كيف بدي امسكه، لوين بدي اخده. ونحن هذا المقطع من الاوتوميشن هو المشتغل عليه، هذا المقطع من البروسيس كله. فنحن بنقول له للروبوت انت الغرض اللي بدك تمسكه، كيف لازم تمسكه، شو بدك تعمل فيه، قد ايه وزنه، قد ايه لازم تحط تقل عليه، وهذا كله على الكلاود. يعني منه سوفتوير على الروبوت، السوفتوير هو على الكلاود. الروبوت بيحكي مع السوفتوير على الكلاود، كوميونيكيتس وذ ذا كلاود، ونحن بنبعث له تعليمات شو لازم يعمل. هيدا مشروع بده كتير ريسيرش اند ديفلوبمنت، بده ار ان دي فظيع. بده ار ان دي فظيع صح. وبدك انترنت يا لطيف يعني.
عرفت كيف؟ عندك هالمقومات تعملها هون؟ سو نحن عنا 2 تيم ممبرز، 2 3 تيم ممبرز معي، واحد لبناني غيري اسمه رفيق العياس كمان موجود هون، وواحد هو عايش بأمريكا اسمه أحمد الحاج. فنحن هلا in the process of establishing 2 centers لستارت اب، واحد بلبنان وواحد بأمريكا. اللي بأمريكا هو حيستلم كل شيء اشياء ما قادرين نعملها بلبنان، وبلبنان بنضلنا نحاول قد ما فينا نعملها لأنه في 2 ممبرز موجودين هون. ف by living circumstances نحن موجودين هون، ما نكمل هون وما كمان ننطلق برا. يعني هو اللي حيعمل الاشياء اللي انتم ما فيكم تعملوها هون، وبنفس الوقت هو اللي حيعمل المبيعات اكيد، لانه هذا الشيء بدك بادجت، بدك بادجت كبير، بدك انفستمنت سيريز اي سيريز بي، كل البروسس اللي exactly. ما هو هيك. طب شو عم تبلش هلا؟ بلشنا اول برودكت لانه هو اسمه الهاند اوف فينوس، هي بروستاتيك لحدا بيكون ايده منا موجوده، يا انقطشت يا هو خلقان ما عنده هالمقطع من جسمه. كمان هي بتجي بطريقه انه بتعرف الغرض قدامه شو هو وكيف بدها تمسكه، مشان هيك هو ما لازم يتحكم فيها. يعني كيف السلف دايفنج كار تبع تسلا تبع ابل، الدرايفر ما بيمسك التركيسيون ما بيقول لها شيء، هي السياره بتمشي لحالها. نفس الشيء هون، ما انه مضطر يحكي يا يقول لها اعملي هيك، اكبسي هيك، اكبس عليها كبسات، فهي بتشتغل لحالها. لحظه شوي، هون انت عم تحكي عن قطعه بدها تكون جزء من جسم الانسان، صح؟ صار عندك مخين هون، مخ الانسان اللي هو عاده بيتحكم حتى لو كان بروستاتيك، بس اذا كان الكترونيك انف انه هو يتحكم، هو يعطيها امر شو تمسك وكيف، واللي عم تتفضل فيه انه هي بدها تقرر شو بدها تمسك. لا، هو بيقول لها بلشي، يعني بيكون في غرض قدامها بيقول لها بلشي ستارت، وهي بتعرف انه انا لازم احرك هيدا الاصبع وهيدا الاصبع وهيدا الاصبع، بس هول الاثنين لا. بتعرف انه مثلا هالقد بدي اكبس عليها، اذا كبست كتير بتنكسر، اذا كبست قليل ما فيني احملها بتوقع من ايدي. هي بتعرف انه هلا واقفه تفلته للغرض، بس بتعرف هي انه مثلا انا هلا غرض بالهواء، اذا فلتته وكان في مي بتطلع الشخص، فبتنطر لتصير برينج الطاوله لتعرف انه هلا صار فيني افلت الغرض. سو لما هالايد عم تنوصل على ايد الروبوت، عم تنوصل على ايد انسان، ما في كونكشن نيورو كونكشن النيورو؟ لا، لانه خطره. انت عندك عمليا عملت من شان تزبط الايد لتقدر تتركب، اذا كانت مقطوشه او اذا كانت مثلا بدها شويه تزبيط، فنعمل اول عمليه. بتيجي انت ترجع تعمل ثاني عمليه توصل عند نيورونز، هون صار في خطر زياده، ما انه مضطر يفوت فيه المريض. فنحن بيجي عندنا من برا من السيرفيس الكترودز، هن بيعرفوا انه هو يعني الحركه كثير صغيره لازم يعملها هو، لازم بس يشد ايده هيك وبقول له انه بلش، ويشد ايده هيك بقول له انه خلص. فالموجودين هلا بدهم كتير الانسان يقعد يتدرب انه اذا شديت هالعضله هون بتعمل الايد هيك، اذا شديت هالعضله هون بتعمل الايد هيك، بدهم اشهر تدريب لتقدر تستعملهم. هودي الموجودين اون ذا ماركت ناو. فنحن قلنا انه هيدي البروسس الاربع خمسة اشهر تدريب بلاها، خليها هي تعرف حالها شو لازم تعمل، انت بس بتقول لها just do this. لا انا بدي شيء مثل روبوكاب. بيبي ستابس وصلني. طيب او يعني هلا مثل هيك فاجأتني انه في شباب لبنانيين عم يشتغلوا على هيك شيء. من وين عم بتبلشوا؟ يعني تتبلش اول شيء بالار ان دي، تاخذ التمويل، وتحتى تبلشوا بتصنيع هالشيء، يعني قبل التصنيع عندك تيستينج كمان، تتروح على قد ايه هذا بتاخذ معك وقت؟ سو نحن بلشنا هون باي يو بي، كان مشروع التخرج تبعنا الفاينل يير بروجكت تبعنا لتيم هو هيدا الارم، عملناها وظبط السوفت وير تبعه، ولقينا انه السوفت وير عنده ابلكيشنز ثاني بالهاوس روبوتس خبرتك عنهم بالاول، بس الارم كديفلوبمنت انعملت باي بي، وبعدها بنكمل هلا باي بي انتل اي جراديويت ان ماي. سو افتر ذات بدنا نحاول نجيب ابيتنت، سو انتلكتشوال بروبرتي، وبعد الانتلكتشوال بروبرتي بصير عندك بروسس اللي هي الاف دي اي ابروفل والسي اي وكل الميديكال بوردز. هذا البروسس بياخذ لها شي سنتين. افتر 2 ييرز ذن يو كان لانش ذا برودكت اون ذا ماركت. بس انتو كهاوس اوتوميشن ليش رحت دغري على قطع بشريه، ما رحت على مثلا شيء بالهاوس هولد؟ لانه بعد الماركت ما قلت بلشت لما قلت لي بتلم الغسيل، انه ما بتلاقي انه هيدي اهين لك من انك هي الماركت تبع الهاوس هولد روبوتس بعدها ايرلي ستيج، بعدها كثير ايرلي ستيج. يعني اكثر روبوت متطور فيك تجيبه على البيت هو المكنسه الرومبل، بتشتغل لحالها. بس صار في كثير انترست بهالماركت باليابان وبيوروب، وخاصة بيوروب لأنه they're more open to having robots بالبيت. مبدئيا هلا كلهم عندهم رومبا بالبيت، ما حدا بيكنس بيته بيوروب. especially in Japan كمان عندهم بالمطاعم بيكون في روبوت بيساعدك، وبمحلات الريسبشن كمان بيكون في روبوت بيساعدك. ففوتت الروبوتات على البيت بعد ما صارت بالليفل محتاجة تصير إنه نفوت معهم نحن بالسوفتوير. فا at this stage بعدنا in development، وهيدا لاحظنا لأنه بصير معنا وقت نحن نكون developed until that market opens up.
ومشان هيك عم ركز على البروستاتيك هلا يلي هي ان اوبن ماركت وموجودين وفي شركات عم تعمل بروستاتيكس بس منهم المتطورين بعضهم بالفيز 2 to 10 to 9 بالتكنولوجي سو نحن جينا نطورهم لهودي until the robotics market opens ساعتها بنفوت بهديك بنفس الوقت. خلينا نحكي شوية مصاري funding funding بلبنان لهيك مشروع يعني بلبنان هلا بظل الازمه الاقتصاديه ما راح فيكم اكيد ما في انفسترز اني واي شو التصور تبعكم يعني تحت لانه كله هذا مرتبط بالفندنج اللي بتاخذوه ان كان من ريسيرش اند ديفلوبمنت ان كان للتستنج ان كان من وين عم بتفكروا تبلشوا يعني سو هلا مبلشين بالبروتوتايب ديفلوبمنت يعني عم نحاول قد ما فينا نجمع فاندز للبروتوتايب ديفلوبمنت دبرنا اول فند كان بالصيف هو تقريبا شي $2,500 which is a very small amount. Very small. لهيك مشروع very small amount, but it's enough to build a prototype that you can show to people. And once you get a prototype that you can show to people, بصير فيك تروح مثلاً على على VC funds وتقول لهم like في هذا المشروع بدنا seed يلي هو اللي عم نفتش عليه. So نحن هلا pre-seed يعني. فبدك pre-seed round يلي هو هذا اللي بيعطوك ال basic R&D so that you can get to the point where you have an MVP. هذا البريسيد راوند احنا متوقعين بدنا اراوند $300,000 ف كان بدي اسالك قد ايه بدك توصل للام في بي للام في بي بدك شيء $300,000 which is في مبلغ يعني a good percentage of that goes into intellectual property هلا بالعالم العربي هذا الفند اسرع شيء ممكن تجيبه هو من ستارز اوف ساينس which is what we intend to apply to next year at the time بيكون خلص البروتوتايب وكل شيء جاهز صار فينا نفوت بستارز اوف ساينس مجرد ما فت انت بستارز اوف ساينس صار عندك access على other VC funds يلي مستعدين يعطوك أكثر مصاري من هيك الفوتوغرافينز yeah. so بس كتير معول يعني عم بتحط أمال كتير على برنامج تلفزيوني يمكن أو شيء ما هو هيك بس product we believe in it so much that we 100% بدك تاخد دعاية من البرنامج ولا بدك تاخد funding هو it's more about funding دعاية منيحة بس it's more about funding لأنه دعاية عم تصير لنورمال people ونحن our target market is people a very specific set of people who don't have their arms so general دعاية تعتبر فيها TV و social media وهيك it's not very effective for our case it's more about word of mouth what your doctor recommends فهي هي الكيس يعني لما انت عم تحط كل هالمصاري وعم تحط كل هالR&D ووقت كمان غير المصاري عندك وقت منك انت عم بتحط قد ايه حجم سوقك انه الناس اللي عندهم ناقصهم هلا بفهم في ناس بدوا المساعدة بهذا المجال بس قديش عددهم لدرجة انه يقدر يعطيك مردود كافي انك تستمر بهالعملية هيدي So the worldwide market للبروستاتيكس اللي هي فيها روبوتس من نصها مش التجي تجي هيك مثل بس شكل is about $1 billion okay. most of that market بأمريكا مشان هيك نحنا حاولنا قد ما فينا نوصل بشي طريقة لهم رحت على التارجت على التارجت دغري اوكي فالاستيميشن طبعاً من اول 3 years after launching حنكون بلشنا ب 1% of the market نجاد صدمتني مش عارف كيف بدي اعبر لك يعني انه ما كنت متوقع انه هالقد ان ادفانس تكنولوجي عم تشتغل عليه وهون بلبنان وبهالاوضاع اللي نحن فيها عن جد بتمنى لك يعني اذا فيني اعمل شيء تجرب امن لك 300,000 ما بعرف من وين ما بقصر ابدا جود لك وعن جد بتمنى لك كل خير لك ولشركائك ثانك يو ثانك يو فيري ماتش فينوس هاوس اوتوميشن يس ثانك يو فيري ماتش أعزائنا ستارت اب جديده من دروزه سنتر بير باك ومعنا الاستاذ توني جميل اللي حيشرح لنا عنها توني مرحبا مرحبا بير باك وات از ات بير باك هي ديجيتال بلاتفورم بي كونكت بيبل توجذر من اي ناحيه من ناحيه اذا انت كنت اونلاين باير وبدك تطلب ايتم اونلاين والتراديشنال شيبمنت كومباني ما بيوصلوها على لبنان اوكي تستفيد من خدمه بير باك ما اللي هي وي فوكس نحن في عنا جروب بنسميه اور امباسادرز هن فريكوينت ترافلرز بيروحوا من لبنان لبرا باك اند فورس ما كان بدي اسالك كيف وبيس على قديش في عندهم فري سبيس باللاجج تبعهم يو كان اوردر يعني اونلاين انت تطلب الغرض وبدك تعمل له شيبمنت بنعطيك نحن هيدا الانفورميشن ويو سيلكت الترافلر بيس على هيدي يمكن بلشت وقت ازمه الدواء
هي بلشت صراحة نحن كنا 3 أشخاص أصحاب هي من الجامعة. من بعدها بلشنا شغل مع بعض نفس الشركة وكل واحد راح ببلد. أوكي. بلشنا فيها تقريبا بال 2016-2017 كان one of our co-founder جورج كان بدبي كنا عم نطلب منه أغراض يروح ويجي. الفكرة طلعت هيك. أوكي. بلشنا فيها أول شيء بلشنا إذا بدك بروتوتايب كنا عم نعمل تيستينج. يعني how much we can be competitor and so on. وبنينا البروتوتايب وبلشنا تيستينج. اجت الثورة والكوفيد وال يعني الانهيار الاقتصادي وقفنا شوي لأنه هي ميلة نحن الفكرة ما بتمشي إذا ما في طيران بيروح وبيجي. صح. أوكي. بس هلا من بعد مثل ما قلت أنت من بعد مشكلة الدواء والحليب والهيدا شفنا إذا بدك ريل يوز كيس فينا نستعملها بلبنان حسب الكونسبت نحن اللي حاطينه براسنا إذا مشي أكيد ويل إكسباند. تومي حتى أنا أطلب شغلي من برا بدي أنطر حدا يلتقى حدا مسافر أوكي وهل هو حيجي يسلم هالغرض ل delivery center أو distribution center وبعدين distribution center بيوصل لي أو أنا بدي أقابل هذا الشخص أو كيف يعني walk me through it كيف بتصير العملية؟ في عندك 2 option. أنا طلبت شغلي من أمازون. أوكي هلا أنا ما فيني أطلب من أمازون أصلا لأنه لا في كريدت كارد ولا ما في باي بال وما في إلى آخره بس فرضا أنا طلبت شيء من أمازون بتطلبها directly from Amazon ولا عن طريق بير باك؟ نو بتطلبها من أمازون بس بتحط الأدرس الترافلر بتجيب لك إياها هذه one of the scenarios يعني تنقول مثلا أنا بالكيس تبعي أنا frequent ما هذه بدي لك أعطيني سيناريو أنا frequent traveler تنقول أنا on weekly basis or biweekly basis بروح مثلا على فرنسا وبجي والأدرس تبعي فيكس بفرنسا أوكي أنت تقول مثلا تطلب من امازون فرانس على الادرس تدليفر على الادرس تبعي اوكي وانا بما انه انا امباسادور بالماب بير باك انا ام ببلشينج كل الترافلز تبعي راح يبين عندك هلا اول شيء ما ببين الاسم ببين عندك الاوبشنز لانه هو بالبروسيس في كذا ستيب بتنقي اوكي انت يعني بتعمل كالكوليشن اذا بده امازون يقول لك بدهم 3 دايز تو ديليفر انترنالي بفرنسا على الادرس تبعي اوكي وانت بتشوف انا ايمت توني امتى جايه بحسبها اوكي هذا وان اوف ذا كيسز هلا اذا وصل على لبنان بدك يوصل لك اياها على البيت او تروح تقابله هون في عندنا 2 اوبشنز لهلا نحن هلا بالتستينج نحن الفكره تروح تقابله يعني هي الفكره انه تروح تتعرف على الكارير تبعك نحن وي ار تراينج تو فوكس على هذا الكونسبت سو يعني اللي بفهمه منك ما لح يدل اذا كنت انا فريكوينتلي بطلب من فرنسا ما لح يكون وتوني هو الامباسادور ما لح يكون دائما يطلع لي شخص لا حيكون عندي مثل شخص انا بصير انت خلص تعودت عليك يعني بصير معتمد هلا ما في هذا الاوبشن انت اول شيء بتشوف الديتس والتايم بتنقي بعدين بتعرف مين اوكي وهي قبل ما اطلب ولا بعد ما اطلب من بعد ما تقول اوكي بالنهايه بدك تتعرف على البير تبعك وتتفقوا اذا هي ويل اكسبت يجيب القرار اي ولا لا هلا نحن تو افويد فكره انه اوقات تحط وما حدا يخدها مش هيك طلعنا نحن بالكوميونتي تبع الامباسادور تبع بير باك ان اكشلي راح يكونوا فريكوينت ترافلرز يعني انا بشغل بسافر كل جمعه كل جمعتين وفي كثير معنى هيك على ديفرنت ديستنيشن من الهب تبع لبنان وانا بشغلي بطلب كثير من تستفيد من فبنطلع يعني perfect match طيب هون بهالمجال هيدا انا شو بدفع وانت شو كيف تقبض او شو بتقبض او شو البرسنتج ولا هلا نحن كبير تاك في عندنا مثل very small charges بناخذ فيز واغلبيه المصاري بتروح actually للكارير بس كمان نحن one of our secret sauce هي الالغوريزم نعمل price optimization at any time شو ما كنت عم تطلب if you compare the price على peer pack مع حيلا shipment company for sure يعني we guarantee 60% أرخص this is for sure ماذا لو صار في دامج على الطريق ماذا لو هلا بعرف انه it's a هيك remote scenario يعني في option يعني shipping في guaranteed وما guaranteed وما في هيدي الاوبشن وبلس في هيدي الاوبشن وفي مثل كاستيفيكيشن للايتمز اللي بدك تجيبها يعني وقت يكون الايتم غالي وممكن ينكسر اوكي بهالحاله ممكن تو نفرض الانشورنس
جاست لانه بالنهايه جاست تو مينتين اذا بدك الريبيتيشن تبعها تبع في اوبشن كمان خليه هو يشتريها ايه كمان يس يس موجوده ببي بي ايه ما بتفرق ما بتفرق وين صرنا؟ نحن هلا بنينا البروتوتايب اوكي مثل ما قلت لك نحن بلشنا تيستينج واجت الازمه وقفنا شوي وصراحة وقت بلشنا مع دروازة كنا وي ار فوكسينج كنا فاتحين لكل الترافلرز ولكل الاونلاين بايرز واكتشفنا انه لا ما رح تمشي هيك غيرنا شوي غيرنا منيح بالكونسبت فهيدا التغيير بده شوية وقت كودينج بس ستيل نحن وي ار ستيل فاليديتينج اذا بدك الايديا التشالنج اللي عم نلاقيه نحن هاو تخلي البزنس يصير بروفيتبل ان سنس انه في كثير ناس بيروحوا بيجوا بيقولوا ما بدي مصاري اوكي اتس فاين اذا هو ما بده مصاري له بس نحن كبير بدك تو سستين اذا بدك البزنس ويل هاف تو تشارج ما اذا قال ما بده مصاري انت ما بيطلع لكم شيء هلا نحن هو مبلى هو في عنده اوبشن او النوت تيك بس نحن اذا بدك عملنا بروجكشن تيكون البزنس بروفيتابل بدنا a certain amount of travelers. It's very easy to secure, by the way. بس يكونوا frequent traveler و committed إنه يجيبوا حيلا غرض شو اسمه على لبنان. فهيدا نحنا we build إذا بدك a prototype how to recruit هؤلاء الامباسادر لأنه هن راح يكون في عندهم specific profile. Even Amazon إذا أنت item عايزه at the same time they are either making money or أو making points فيهم بس كمان عم تحملوا مسؤولية بركي شي نهار واحد طلب شغلي بالنهاية إذا أنت عم تطلب شيء من أمازون هذا مسكر جاي من أمازون ما في عليه problem the only problem إذا بدك the challenge إذا أنا عم برجع بعطيك شيء بالإيد شيء مستعمل ممكن تكون مخبى في لا بقى. أنا قصدي إنه مثلا طلب تنقول آيفون وإجا واحد قال له مش إجا واحد يعني طلب آيفون وصل على المطار وقال له هذا بدك تدفع لي جمرك or something like this يعني. يعني فيها شويه مسؤوليه يعني انه لا هو ما كان حاسب حساب يدفع جمرك او لا هودي كلهم محطوطين هودي هو بالنهايه هي الفكره اللي نحن سميناها بير باك انه انت وقت بتتعرف على الكارير تبعك صار في سام سورت اوف سوشيال انتراكشن رايت صح وذر بتمرقها على القسم اي ولا راح يكون هو قراركم اثنيناتكم عرفت كيف؟ يعني نحن بس عم نقرب العالم لبعضها وعم نقدم لهم هيدي الانفورميشن انه مش بس انت في كتير اوقات بتحط مثلا على فيسبوك مين جاي من الكويت على بيروت بهاليومين اوكي؟ بس انت هيدا عم بيكون بالسيركل تبعك بس نحن عم نعطيك الريل سيركل تبع الاكسبرت او البيبل هو ترافلز من لبنان لدول العربيه كل الهابس اللي حوالينا رح يكون عندك اكسس على هذا الشيء توني جميل بير باك جود لك فكره اول شيء جديده لانه انا بعرفها انه من قصه الدواء هلا عم شوفها صارت انه بدها تصير ابلكيشن بدها تصير بلاتفورم يعني انبسطت فيها هذه الفكره وهيك من شوية شوف كيف حتشتغل لأنه شغلة بنعرفها بس مش ما بنعرفها بالطريقة اللي أنت عم تقدمها تكنولوجي وايز بنعرفها إنه إيه الله خليك جيب لي معك ما بعرف شو متشوق تشوف كيف حتتحول هالفكرة العائلية الصداقة تتحول لبزنس يعني فجود لك ميرسي كثير وهذا كان كل شيء لليلة نلقاكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد إلى اللقاء